أهلا بكم متابعين الأعزاء. مقتل فتاة جامعة الزقازيق، إليكم التفاصيل. حادث مفجع وقع قبل قليل، حيث أقدم شاب على قتل فتاة لا حول ولا قوة إلا بالله في محافظة الشرقية، مسددا لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد على مرأى ومسمع من الجميع. ومحمد فريد أحد شهود العيان على حادث مقتل فتاة محكمة الزقازيق يروي الدقائق القليلة التي سبقت إزهاق روحها، قائلا إن عمر الفتاة لا يتعدى نحو 17 أو 18 عاما، وكانت تتردد على إحدى المحلات. متابعا، فوجئنا في ثوان بشاب كعب البنت دي ووقعها وضربها أكثر من 17 طعنة في بطنها، والناس جريت عليه ومسكته، كان خلص عليها ونقلوا البنت المستشفى بين الحياة والموت. وأضاف شاهد العيان أن المنطقة المحيطة بالحادث امتلأت بأكثر من 30 رجل شرطة في ثواني معدودة، وجرى إلقاء القبض على الشاب بعد أن عرقل الأهالي حركته واحتجزوه في مسجد العيدروس وسلموه إلى الشرطة. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشاب بعد تهمته قتل السيدة في الشارع وسط النهار أمام المارة على غرار نيرة أشرف رحمها الله. وكشفت المعلومات الأولية بأن الشاب أنهى حياة المجني عليها في مدخل عمارة محجوب المجاورة لمحكمة الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وتوقع الأمن محيط حادث قتل سيدة أمام المحكمة على يد زوجها بحواجز حديدية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة قسم أول الزقازيق والتحفظ عليه من جانب جهات التحقيق. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.